يا كامل المعاني وصلك هو Oh.
قلبي معدوم الهوى مكمول الزين. قلبي معدوم الهوى مكمول الزين. راني يا سامعين من حب وفاني. فيني خاطر من هويك شعلت النار البين. وفشيك شايل وكميت والصبر ولا غالي. يا مهبلني بالله واني الله. يا ما بالنيه بالله واني. يا من هو قلبه وخطره مجروح صوار بالبهام والروح يهنى اللوح. وعشتي فيك الزمان مدة نوح مثل البنان. Thank you.
فيه ولفها معلوم ما فيه لوم يفعل مراد والصبر ملزوم لهل الغرق ما يرفق بالزين ما يحن طبيب الغرام ما يليه قريب ولا حبيب يحكم في العاشقين حكم صعيب ما له دماغ كيف صبح اليوم كيف حال غدا لمن يكون لي عمدا قول شدا لا صاحب ولا صديق لا سندا في درسان هذا حال الغران في مبداه خطر وجدوم لا في من هواه مكموخ على محاين والغان فوق السماء دا صاح الوصال بعد غيار يذهب بالهوى وسيار يوم المزار يا من هو يوم الزهو يذكار سد المرام وكتابي زير زير يا مرزوم المراسم البهل مقبول ساوي العقول هي راحة روحي العرس البالون الريان معني وشرح التفسير مالو ندير سر المولى في واضح التنوير لهالنظام قال الجلاليل من فهم وسغى هزان من كره وبغى يوم الوغى مطاها يوم الجحود متمرعى جهد وحرى وسلامي لهالشرف والحضار وعلى شيخنا الحبار وهالسيار من دون الباغدين والنكار قلوب الضمان غنيت بالطاعة الغزال الغول الأصول بالوصول صول يوم الوصول ما ضمد الحلا يفسر ويقول لها غلام ولزم الحال ما شار يتكلم أو اللي جحيد ما يفهم عقلو بهم بلوم بدا في كل ما ينضم ولو تمام غنيت المن صغاف طبع عزيز برجحت العقل قميز يوم الميز هالميز سابق محتاج هميز يوم الغطان بكتابي زير سير يا مرسول المراسم البهل مقبول سوي العقول هيا راح روحي العرس البادول تاج الريان كتابي زير سير يا مرسول المراسم البهل مقبول سوي العقول هيا راح روحي العرس البادول تاج الريان هذي مدة ماش حلوة الجرافاني حتى ولا بالصدود لوني مثل اليرقان طارج فهزاني قتيب الحب زهران تتفكر كل يوم بضري وفهزاني والبث بوحش وهميم درتي مثل الورشان قلب قوات محان وخلاقي بالشوق الغضب يعذرني في حالي ونوايا وغيواني غير لي مسوع في الغراب وهو الحسد ما يحسن عوان قاسو سهب البيت ما غضب لازلت ملازم الصبر وخفيتو في جناني حتى جا الظهر بالسهم كمال السلوان ورحل وقت عنان ويا بي ولا تناشر
وجود اللي هويت يوم وصلني لمكاني من غير نوار في الجفاف الصر والديان جد عليا بحسان يا بعد المخمام حبوب القلب صارني يا بزي عشاني وصلني للقصار كجميع الرمضان ضي المليل قراني سيدي موجنان رمضان ولا في اليمن
مثل كبد العجماني ولا يا شهرانة الشجعان سلف وعقلي حجبان وعملي صرت عبرة بين قران وزيدي وجنان من القطار
عيوني نوحو حتى تزول الهداب بدلونو مي بصارات والكبار لبشير يجيني من عندهم بجواب كل ما يتمنى نعطيه بشارة وعقلي صار شتاق وصاني من فراق الحباب دبالو Thank you.
في القيامة عين جار البحر وجالي ريح بالسماء عاد وحق الفاقد في الحجارة والمزان الشياسي رمزون وسباب ياخد الدنيا قياد ياخد الحصارة دوق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب روق يا قلبي وعمر من فراق الأحباب روق الرحلة صلاة على أحمد مصباح قربان جار علي البحر الغميق وغطاني بمواج وزلق بي الفراق وتغاب رياح مرسيت بسماوي ولا بمجلاج وعيا ومقاد في مواج وطاحو خيط القرنود منفع والحكم عواج خيط القرنود منفع والحكم عواج ساري والقلوع في هواهم جامحوا وغرقت سمي وسام اشتات الواحو اشتاد الواح بعد من هول يوم غرقت السفينة سرت على الموجات بالوحش غيامة ركبت من لوح امور اللوح بالبكينة البحر فراشي والريح من ورايا الهوى ما جيني من كل جهة طلال يكنوني من ناعد الخب والعمارة رواني وعتقني منه مرض بالرباب بالصدايا طهى وبركة النارة روق يا قلبي وعمر من فراق صباح والنهار
بركة طه مع تبركة والإخلاص أغاز والمعودات وسبع تامين حيز بشدولي وصورة الإخلاص فضني من البحر الداني كيف يا ربي الهوى تاكلني وخلاص كيف الهوى تاكلني وخلاص وانا وحدي غريب بلا من يرعاني وزاغ بيا الفراق وزلق بيا الفراغ يا جلي عاني غير ساير وحدي سافر لابس مغاير غير لاش وجاد مع السماء مع النار سريت مدة وانا وحدي كان عاير ساعدتني الرياح العندام عين سلقت اللوحة فوق الماء مع السلامة بالسيرة جيت مغاشي بيض صبا بالعطش والجوع على مهجتي ما لقيتها كاروت لجتنا الخاف ضمان او الطمار وما هيجري على اختيار يا قلبي عمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة وبعدو السيارة يا قلبي عمر من فراق الحباب بعدو بالرحلة او طلعت زيارة بالعفو حل عقالي وتفاجأ كربي من بحر الزخامة أو اعتقني من غريق الطوفان هو بالواجب نحمد مولانا الستار بعد يا زيم الحياة تجبر حالي أو اعتقني بالسفينة واعتقني بالسفينة الهوى الجاري الهوى الجاري الهوى الجاري
وعتقني من سفينة لو الجري من كمال الحسن والطيف والغزيرة الكريم الشامخ ذو العز والكمال جاب لي بعد الغرب حوايجي وماني كليكم الكيس والكيس في الجبيرة والجبيرة في جولق من ثياب غالي في غشام شمع محفوظ تقل وصوة جمش طرف النجارة جابها السعد بالمجاد والسحاب للجزيرة المدبورة وللعبارة يا قلبي وعبر من فراق والعمر بيت الدشا بعد ما كان عقلي متغامشي فرحت وصرت في الجزيرة نتمشى وجدها خالية ما فيها غامشي غير طيور تنوح زادوا لي دشا يا ما قسيت في بحر غواشي من ضيقة العشية من ضيقة العشية وصبح الماشي بات طول الليل
لما بان الصبح بعد ظلام الليل قوة بنك ضري وهو دعيت الكريم ولنا الجليل يا انظر من حالتي واشفق من حالي أتاني خلقي بداك التوسيل أداني خلقي بداك التوسيل حتى انظر بنوعك شمس نوالي السفينة بأهلا السفينة بأهلا تقضف الحوالي سفينة بألام تغمض في الحوالي قلت يا ربي داق الأمر كيف نعم يا فنجي تعجل بغداد يا المحبوب وابين ربيت لهم بالإشارة يا قلبي وعمر بالفراق الحباب توق الرحلة وانقطعت الزيارة يا قلبي وعمر بالفراق الحباب توق الرحلة وانقطعت الزيارة صلاة على أحمد صباح ولدارة نجدهم كفار خاينين عجما حملوني كيف راد المولى عليا حملوني كيف راد المولى عليا ودموعي سايلين كل مطار سجاما بقلوني بمقاتل في الجزيرة المسلمية كنا شلا من زول لما وإلى جمال
وإلى نجمة نجوم رحامة نقدفو ونضلو بسقام الليام وقلوع ولواو وزارو على الزواق ما مشينا فيها وانا كدا نخمم نراد المولى وقلنا نواصل الواحد منهم شطارته من جهل يدمال والضحك الدف والشراير من فضايل نعم المولى بالوفا قاتلي الاسلام وجاو باختياره اتو بنا تقزيل مزوم الصباره والمدافع ترمي وتلوح بالكشاره يا قلبي وعمر من فراق الأحباب علو بالرحلة وانقطعت الزيارة يا قلبي وعمر من فراق الأحباب علو بالرحلة وانقطعت الزيارة وندوب المسيح عيسى وزواجه بشقوفهم عطاها والإسلام بالدخان ناديت انا يسير في هذا الديوان عقلي وجوارحي لهواكم هاجوم خوكم من غريب خوكم من غريب كثر الحواجو جاهدوا لاش تخاف طرد من زور من دهو قهر الكفار بالسوار وجنو صار لوقيا قلبي وعمر من فراق الأحباب
قالوا لي هات معليك على الفرقة وما قصيت من هلوم مع الكفار عديت ليهم على مجراهم الفرقة وما شهد من هويش في البحار حتى نحو على نواحي بالحرقة قالوا لي يا غريب ما كيفك صبار أبو الفارس عزنا أبو فارس عزنا مشو بالدار انتهى قلبي من هم الفراق وارتاح بعد هو البحرين والنكد والقصاير عاد بصري يرى في الفجوج بالطاح والبساد بالقاح صاروا بدار ومدون بالراح صرت تحكي مارات العين في الغرايب في محافل الحباب والبدون والرجال والبوادين ساكنها من الغفار كل من يسمعني منا وقال غطاه يا بني عم غمر الوجوز بالعبارة عزيز عليا مريم انسى
ننساك بلاد حبابي ماليا. عزاز عليا مهما طال الزمان توبنت المحان ما نسلموها العديان ولا نخلوها في داهية وبالله الغفران بعد علينا المحان عيشوا فيها في أمان ويسرنا فالدنيا جاية شحال نواها يا عزيز عليا عمري ما ننساك بلا أحبابي ماليا أتزل شحال نواها عزيز عليا عمري ما انساك بلا احبابي ماليا كتب شي كلمات علاش يا اخي في هاد البيات علموا لي كل نعات العلوم واللغه والحكمات كانوا في كل لغات واقفين وصلنا الميراث طرونا بتبادل العلم والحكمه والقران بدا بمواليا اللي كانوا ساس التربيه قراوني وتعبوا عليا بالحرف الاول كان المعلم معول باش نقرا ونكتب نعرف ونحسب ونعود الاول يجاوب كل ما نسال سبب علميه العقال يجاوب كل ما نسال سبب علميه العقال يجاوب كل ما نسال سبب علميه شكل ما تعلاش يا أخي في هاد البيان علموا لي كل نعات علوا كلها والحكمات كانوا في كل وقت واقفين وصلوا لنا الورامة مرونا بتبات بالعلم والحكمة والبؤامة الغريب والمجنبة صايد محبوبة عمرهم محرمونا مشغال الشعبي راشيد زوبا كان شيخي من الأمثال محمد خزناجي فركيوي ونور الدين سعودي الحوزي والعروبي من سافريد وجدي محمد الراشيد حريص على القولون قصيدي وجمع العنقيس والخلوي والجد فنان شي كلمات على شياخي في هاد البيان علموا لي كل نعاس علوم اللغة والحكمات كانوا في كل وقت واقفين وصلوا لنا الميران قرونا بدبان العلم والحكمة والقرآن كانوا شياخ كبار دراجة عبد الوهاب سليم ومختار بوجيبة بن هات هارون الرشيد وبوهرة وما كلهم فضال الكل كانوا شياخ ناس معهد البيار ديالنا قراونا ورباونا يكثر خيرهم من المتعال اللي مات ان شاء الله في الجنة ويكثر عقاب يطول عرمان اللي ما زال ما ننسى شيخ البلاد عمر ساهية سيادة استخبارات من الفؤاد وواواد يدوبوا الكبار الهاشمية الجواد الله يرحمه الرحمة الهاشمية الجواد الله يرحمه الرحمة تمنيت الملقى لكن ما لحقش على العنقى قمة الأناقة باللفظ والقصيد والوطار شكون من غيره يترقى عبد الشعبية يا الخوان ومن غيره يتلقى عبد الشعبية تمشي كلمات على شياخي في هاد البيان علموا لي كل نعاس علوم واللغة
عمرنا بتبات وعين الحكمة والقرآن. يا إلهي إلهينا حبيب نبينا يا إلهي علي يا